يسرني أن أشرف اليوم بمعية زميلي السيد وزير الفلاحة والتنمية الريفية وبحضور هذا المجمع الكريم على مراسيم التوقيع على اتفاقية تربط قطاعينا عبر السلطة الحكومية للتصديق الإلكتروني. إن توقيع هذه الاتفاقية اليوم يتوج جهوداً بذلتها الدولة تطلبت استثمارات معتبرة، سواء من حيث الموارد البشرية، من حيث تكوين وتأهيل هذه الموارد، وكذلك من حيث الهياكل والوسائل المادية من أجل ضمان مطابقتها للمعايير التقنية الدولية. إننا نسعى أيضاً من خلال عملية الرقمنة إلى تحسين الاتصال والتسريع في معالجة الملفات، وذلك استجابة بالمتطلبات كافة الفاعلين والمتعاملين والعالم الفلاحي وعلى كافة المستويات سواء المركزية أو المحلية.